استحالة استحالة يبقى في مسلسل من ضمن 5 مسلسلات تعتبرهم هم أهم مسلسلات شفتها في حياتك، لازم هتلاقي على الأقل 2 أسامة أنور عكاشة. لازم. أنت متصور إنه هذا الرجل، يعني كما يحب أن يسميه البعض حكاء مصر، عمل عملية تأريخ اجتماعي لمصر، التأريخ الاجتماعي. أستاذ أسامة الله يرحمه يا رب، يقرأ كتير جدا ويقابل ناس كتير جدا ويسمع بإنصات واهتمام بالغ، وبعدين يبقى يكتب. وكأنه في كل مسلسل وفي كل رواية كتبها الأستاذ أسامة بيعمل رسالة دكتوراه، مش هزار. وعليه تقدر تشوف جانب كبير من تاريخ مصر في مسلسلات الأستاذ أسامة أنور عكاشة. وهنا بقى إيه؟ مش التاريخ بمعنى بعمل مسلسل تاريخي، تاريخ المجتمع المصري وحواديته وألفاظه وتصوراته ووجدانه في أي مرحلة، غير العيال الحلمية يقعد يتفرج على زيزينيا ده على سبيل المثال لا الحصر، أو اتفرج على النو على سبيل المثال لا الحصر، أو اتفرج على مثلا أنا وأنت وبابا في المشمش على سبيل المثال لا الحصر، ده شيء مذهل. الزميلة العزيزة جدا نسرين أسامة أنور عكاشة معانا على التليفون، ازيك يا نسرين؟ يا اهلا يا اهلا، ازيك يا استاذ إيه؟ يوسف يا استاذ احتراما إيه؟ مش لا ده احنا اخوات بقى، ما تقوليش الكلام ده، هو يوسف نسرين على طول يعني. اه والله بجد انت عارفه يعني، ده انت اخت وزميله يعني. انا عارفه، تسلمي نسرين، ربنا يخليكي. نفسي والله اتساءل، هو الاستاذ اسامه كان بيجيب وقت منين لكل ده عشان في الاخر يروح كاتب لنا رواية، يروح عامل لنا مسلسل؟ الوقت عمل ايه؟ هو بص، هو وقته، هو تقريبا بابا تعود من صغره ان هو وقته كله لكده. يعني هو حتى لما كان معانا مثلا كأسرة بيمارس مهامه كأب ورب أسرة، هو ضمنا بيعمل كده. يعني في أي علاقاته الاجتماعية كلها كان بيعمل كده، في لقاءاته المختلفة بالناس على اختلافهم في أي حتة، سواء ناس يعرفهم أو ناس قريبة، هو طول الوقت قاعد بياخد ويطلع، ياخد من هنا ويطلع من هنا. فأتصور أنه هو اتربى على دم من الأول ونشأ عليه، وبقى بيتم بشكل تلقائي بدون ما يتعمده فكرة أنه طول الوقت هو عمال يرصد ويحلل وبيخزن، ووقت اللزوم ده بيطلع. أنا بفتكر أنه لا أحد أو لا ينبغي على أحد إلا أن يحب الأسكندرية. ايه سر محبته الشديدة لإسكندرية وانغماسه جوه المجتمع السكندري وشوارعه وبيوته وأدق تفاصيل هذا المجتمع؟ طب معلش تسمح لي بقى قبل ما أقول لك، أنا فعلا ضحكت من قلبي لأنه أنت فكرتني ببابا جدا، وأنت بتقول أنه أي حد لا ينبغي إلا أنه يحب إسكندرية. أيوه. أنت تقريبا قلت والله حاجة شبه جملة كان بابا دايما بيقولها، يعني لما كان بيتكلم معانا إحنا أنه إزاي مش قاعدين، يعني إزاي مش عايشين في إسكندرية. ولما كنا نبدأ نتناقش معاه هو إحنا مش باصين لها برضه نفس البصة بتاعتك، بنحبها وكل حاجة لكن مش بصتك يعني، كان يرد علينا ان هو لا، ما فيش بني ادم طبيعي ما بيحبش اسكندريه. صح. فهو نعم. والله ده حقيقي. فهو عنده كان ده اساسي، يعني انه لا، ما اي بني ادم بيحس وبيقدر يتذوق وبيفهم وبيحلل حتى تاريخ مصر يقدر، لازم يكون بيحب اسكندريه. فالمساله عنده ليها علاقه بفلسفته، يعني فلسفة مع تحليل جذري لكل تاريخ اسكندرية وبما فيها مصر، عفوا، وبما فيها اسكندرية. صحيح. انغماسه جوه حياة المجتمع السكندري وتفاصيله واختلافاته الطبقية والاجتماعية والتعليمية، أنا بالنسبة لي كانت حالة مبهرة. بتجيب الكلام ده ازاي؟ لأن هو الحقيقة ان هو انغمس جواهم أصلا،
لانه الحقيقه انا كنت لسه النهارده قاعده بتكلم في اكتر من حوار مع اكتر من حد في فكره ان هو ليه كان قريب قوي كده اللي بيقدمه للناس، لان هو نفسه كان قريب للناس دي في الحقيقه. يعني سيبك من الفتره اللي هو لف فيها في حتت مختلفه جوه مصر، بس هو اوريدي كان بابا عنده القدره كانسان عادي انه يبقى قاعد يقرب لاي حد قصاده. كان بيبقى حابب بفكره انه ينزل للاصغر منه يصغر له، يقرب للاضعف منه يطبطب عليه، يسمع اكتر ما بيتكلم. صح. فكان دايما عنده حاله الدفء ما بينه وما بين البشر دي، وكانها بالفطره كده شيء جواه بيطلع، فمساعده انه يقدم الحاجه القريبه قوي. هو طول الوقت بيستقبل من اللي قدامه على درجه القرب دي، عمال يستقبل في حاجات وبنفس درجة القرب بيقدمها للي بيتابع أعماله. طب هرجع على ما أستطيع وصفه دايما بلوحة أعتقد الأستاذ أسامة ساهم فيها، اللي هي تتر المسلسل، مزيكة المسلسل، الكلمات يا ترى هيكتبها مين؟ يا ترى هيكتبها الأستاذ سيد حجاب الله يرحمه، ولا الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي الله يرحمه؟ المزيكا دي هيعملها عمار الشريعي ولا المزيكا الله يرحمه يا رب، والمزيكا دي هيعملها عمر خيرت ربنا يديله الصحة. أنا بعتقد أن الأستاذ أسامة كان ليه إيد وإسهام في ده. طبعا بص، هو كان وقتها كان طبعا الدنيا مختلفة عن دلوقتي، شايف الحتة دي؟ يعني كان طبيعي وأصبح مع الوقت شيء بديهي وطبيعي إنه المفروض إن الكاتب والمخرج بيقعدوا مع الشاعر الغنائي والمطرب والملحن اللي بيقدموا تتر العمل علشان يوصلوا صيغة واحدة فيها نفس الفكرة. بس أنا أعتقد برضو إن هو يمكن بابا مع الفريق ده اللي ذكرنا بعض أسماءه من الكبار يعني والناس أخرى، كانوا هم عندهم نفس الرغبة المشتركة من البداية، فبدعوا ده فكرة إنه العمل التتر لا ينفصل، بل بالعكس العمل بيبدأ من أول التتر، فالتتر بيقدم القصة من أولها والفكرة، وفي نفس الوقت هو بيقدم مع كل حلقة جديدة حاجة جديدة. يعني التتر لابد يكون مواصف ومعبر ومكمل لكل مشهد في المسلسل، مش مجرد صحيح. أغنية بتشدنا عشان نتابع المسلسل. صح، يعني هتقعد الحتة يعني زيزينيا بحس طول الوقت انه ما كانش حد هينفع يكتب التتر غير أحمد فؤاد نجم مثلا، يعني هو لازم كده المسلسل ده بتاع احمد فؤاد نجم يكتب له المزيكا، يكتب له ازف الكلمات بتاعته، لا الحلمية لازم تبقى سيد حجاب، وهكذا. يعني وكانوا كلهم بياخدوا الاول النص كامل، يعني ياخدوا النص او حتى لو لسه بيتكتب اول باول بيقروه بتمعن الشاعر والملحن، ويبداوا يقعدوا يتناقشوا الاول ويشوفوا هو فكر اللي مكتوب ايه، هو احنا عايزين نقول ايه كمان بين السطور. فدي في حد ذاتها الناس دي كانت الملحنين والشعراء الكبار دول يعني كانوا بيقدروا ان هم يحكوا لك حكاية تقريبا هي مغزولة كلها من أول التتر لحد آخر لحظة، يعني ما تحسش إنه اللي بيقدم التتر مختلف عن الكاتب أو المخرج. صحيح، أنا بشكرك جدا يا نسرين، ويعني أنا أصلي أنبسط جدا كل ما نيجي نتكلم عن الراحل العظيم أستاذ أسامة أنور عكاشة، إنه الحقيقة لم يرحل على الإطلاق، لأنه هو موجود، إحنا كل يوم حاسين شايفين سامعين بنتفرج على إبداعه وإنتاجه الفكري، الله يرحمه يا رب.